جمال يا جمال. امال فين عبد الرازق؟ هو انت مش قلتي انك رايحه تجيبيه؟ جاي ورايا، بس انا قلت يعني نشوفكم كنا محتاجين حاجه كده ولا كده. دستور، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، جبنا في سيرة القطة اهو جه ينط. ما تقعد يا اخويا واقف ليه؟ الله يبارك لك يا ست ام بديع. يا سلام على الصحبة الحلوة. المعلم عبد الرازق في تو بحر وصيته واصل لحد الأوشلاق. أنت فين يا جدع؟ تصدق بالله ما رضيناش ناكله إلا لما تيجي. امسك امسك اشرب لزوم الأنس والفرفاشة والصحبة الحلوة. صحتك يا سي محمد. الله جرايه يا جدعان، مش تعرفونا على الجمال اللي مغطي العيون ده؟ اللي قاعده جنبك دي تبقى ام هاني، واللي قاعده جنب سي محمد تبقى ام محمد. يا بختك يا محمد بام محمد. ايوه يا عبد. لا صحيح يا ست ام محمد، يعني شفتك فين قبل النوبادي؟ وما شفتش اللي جنبك قبل كده. ها قصدك على القمر؟ ما احنا بنشوفوه كل ليله في السما. تسلم لي يا معلم، ده بس من ذوقك. الله جرايا عبده، ما تخف علينا امال، ما تاكلش الجو كله لوحدك. الله، واحنا هنيجوا جنبك ايه يا سي محمد؟ يا نورت بحري. ما تقومي يا عديره تهزلنا وسطك شويه يا اختي. يا اختي تلمي شويه، ده كان زمان. يا جماله يا جماله، هي الحلوه كانت رقصه؟ فاشر اللي كانت تعرف تهز وسطها زيها في بحري كله. في عادات النسوان واحنا قاعدين مع بعضينا يعني. ايوه كده، لحسن يفتكر انني كنت عالمه. دي حاجه انس قوي. يلا يا عم احمد، سمعنا حاجه من حاجاتك الحلوه. امال خلي الست عديله ترقص عليها. طب انا هظبط لها الواحده ازاي وانا مش شايفه؟ هتخليكوا تحسسوا يا اخويا. دق 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 على عودك دق. علشان يلاقي الكراني، نفسي الاقي محبوبي، نفسي الاقي محبوبي بين الياسمين والريحاني، يعني بين الياسمين والريحاني. جبنا ست على النبع، كنا المحبوب وبقينا السبعة. كنا ستة على النبعة، كنا المحبوب صرنا سبعة. طلبت منه وصاله، طلبت منه وصاله، قال لي حرام يوم الجمعة، يا عيني قال لي حرام يوم الجمعة. ده انا مش شحات، اعطيني بوسة وحياة الله، يعني اعطيني بوسة وحياة الله. البلاغة غصن الكل علشان يلاقي الكراني، بدي الاقي محبوبي، بدي الاقي محبوبي بين الياسمين والريحاني، بين الياسمين. سبتك بالعافية يا سي محمد. الله يعافيك يا جمال. يلا يا أنيس. يلا يا عديل. هتوصلي أم لمينا البصل يا أسطى.
سلام بقى. يلا سلام. خد خد يا اسطى خد، وصلهم من البصل من بره. ها من بره ليه كده عبد الرازق؟ عيب عيب يا سي محمد. انا وانت واحد. ايه عجبتك صاحبتك؟ ايه اللي عجبتني؟ دي عجبتني قوي قوي قوي. يا سلام. تصدق يا سي محمد؟ هتصدق ان شاء الله. الحومتين دول انقح من بعض، الاتنين يتاكلوا اكل الاتنين. ها قوي ولا ها؟ عشان بس ما تقولش انني عامل زي القرع يمد عروقه لبره. طب يلا ها. ما قلتليش ايه رايك في محمد؟ هو ده الراجل اللي ماله هدوم، داخل مزاجي بجد. وانت ايه رايك في عبد الرزاق؟ يا اختي يا اختي اسكتي، ده عليه كلام يدوب الحجر وعينيه ايه ترعب اللي قدامه. يا سلام يا بنتي عزيزه، لو يكونوا من نصيبنا. بس والنبي رايك معاها حق. لكن قوليلي، هي رايه عليها من ده كله بايه؟ هتستفيد، اكيد هتستفيد. مش هي وسطة الخير، اكيد هتطلع لها بقرشين. وبعدين سي محمد فييس وعمره ما هياكل عرقه. فكرك العبارة هتمشي كده؟ يعني عادة مزاج وخلاص؟ هي رايا ما قالتلكيش ايه اللي في ضميرها؟ رايا هتقول ايه يعني؟ اهي مرتاحة خفاجة، وبيني وبينك هو بيدفع كويس. انا اصلي شفت الحرمتين دول كده متسيغين، قلت في عالي بالي يعني اكيد رايا بتدور على فرصة وقت مناسب. ده كان عبد الرازق طبق فيها. انت ما شفتوش عامل ايه في روحه؟ ده يا اخويا كانه عمره ما شاف نسوان قبل كده. طب حد كده يهوب ناحيه انيسه، ده كان يطربقها على دماغ الكل. رب يكون حق، انا متوغوش من تلسين الطرع ورابي ده. بيلسن بيقول ايه؟ بيقول ان جوز الحريم مش قادرين يقيموا دراعاتهم من تقل السيره، وده شضري وعصايته طويله، يقفوا يشبكوا بعض مستخبي الان. ساعتها الفضيحه هتبقى بجناجل. طب والعمل؟ نقوله الخفاجة؟ لا، حتى الناس حاطط راسه براس خفاجة، وده هيخليه يعني ده اكتر. خفاجة كسر عين اختك والطور جوزها ومغرقهم بفلوس. يا عين امه غرقان لزوره في حب البت عديلة، متنيل على عينه بيحبها يا اخوي. ده احنا اللي هنتنيل ونروح في 60 دقيقة لو العبارة دي فضلت على حالها. عرابي ده بقى عامل زي الكلب اللي قفش عضمة، ده عايزنا كل يوم نموتوا له واحدة، نجيبه منين صحة لكده؟ يا ما هو كمان ما بقاش عليه غير قعدة دكان النص. ما هو بينموا بالحب جانب، ومحمد خفاجة ايده فرد. ايه بس هو بيقول ان النسوان متسيغة ومالية ايديها كده، ده مش قادرة تقيم ايديها من طول الدهب. اللي رايحين نجروا من محمد خفاجة اتقل، وشوفوا كل مرة بينبكوا ايه كل نوب. ايه بس عرابي مش هيسكت، وعبد الرازق مش هيسكت عليه، هيرخم. واحنا اللي هنتعكوا في النص. هو احنا يا نموتوا يا نتعكوا؟ ده ايه المرار اللي احنا فيه ده؟ يا ماني جاي لك اري عشان نشاور ونشوف هنعمل ايه. قصدك ايه يعني؟ قص يعني ترسم الرسمه الحلوه للحرمتين دول، او ناخدوا الصيغه عاكمه ممكن ونريحوا الكل. اتنين في ليله واحده حسب الله؟ ده روح واحده ما بتطلعش بالساهل، فما بالك اتنين؟ ده حاجه تقصف العمر. خلاص يا ري، انا مش عايزك تزعلي، نموتهم واحده واحده. أنا مش فاهمة منك حاجة يا ولية، ما قلنا البطاطس خام البركة اللي بتطفحيه بالنهار ده؟ بنقولولك أني شايفاهم الجوز، هو أني هنكدبوا عينيا؟ ودول هيروحوا الكراكون يعملوا إيه بس؟ مش يمكن رايحين يعملوا بلاغ؟ أيوه على نبهتك، ماني عارفة إنهم رايحين يعملوا بلاغ، هي الناس بتروح الكراكون يعملوا إيه يا موكوس؟ أنتِ بتبكتي فيا ليه؟ ليكي عندي إيه؟ دي ما كانتش كلمة يا أختي طلعت من حنك. لا مش وقت قمص عين أختك. احنا عايزين نشوفوا هنعملوا ايه. انا رايحه الكراكون نشوفوا ايه الحكايه. يا اختي احنا ما بنطقوش سيره الكراكون، وانت رايحه تروحي برجليكي؟ عاوزه ايه من الكراكون؟
سي محمد خفاجة سألني على الحرمتين واني كنت رايحة نروح لهم النهاردة. هو سي محمد خفاجة ده ايه؟ فاكرنا هنسحبوا له النسوان ولا ايه اللي فكره عننا؟ لا يا ريا، كده هتطلع علينا سمعة اننا ماشيين البيت سر. حد يقدر يفتح حنكه بنص كلمة؟ ده احنا عندنا رجالة لو فزناهم على الحارة يرعشوه. وبنفكرك يا حبيبتي، محمد افندي اللي فتح بيوتنا اليومين دولي. طب يا اختي روحي الكراكون، روحي حاجه على الفرختين اللي بيبيضوا ذهب. انت بتقولي فيها انيسه وعديله دول اللي هيخلونا نمصمص العود لحد الزعزوع بعد ما رجعنا من القرافه. وكانت الساعه كام تقريبا يعني كده؟ وانيش عرفني يعني، كانت بعد اذان العصر بحبه. بعد اذان العصر. ورحتوا فين بعد كده؟ رحنا على بيت حمات اخويا الكبير. اهي الوليه دي بقى هي قص المصايب. ماني قلتلك وانتي ما بتحرميش بلاش تسيبي هانم عندها. افهم، مين هانم دي يا حرمه؟ بنتي يا حضره السول، عيله. كملي كملي، ولقيت بنتك مضروبه فين؟ هي ما تعرفش يا حضره السول، هي لقت البنت بتعيط، كلمه منها وكلمه من الوليه القرشانه شبطوا في بعض. وبعدين بقى يا حرمه، هو انت اللي مقدمه البلاغ ولا هي؟ لا هي. يبقى خلاص هي اللي تتكلم. وبعدين وبعدين بيني يا حضره السول، خرجت من عندهم ما لقيتش الكردان ولا فردة الحلقه الثانيه، ولما اتهمتهم فيها قامت الوليه كرشاني وضرباني بالشبشب. بعدين بيني خرجت من عندهم ما لقيتش الكردان وفردة، يعني نعتبر دي بلاغ سرقه وتعدي؟ يسلم فمك يا حضرة السول، أيوة كده سرقة وتعدي. انت بتتكلمي ليه تاني يا حرمة؟ لما نسألك تبقي تتكلمي ومش هنحوشك، فاهمة؟ خير حصلك أخونا الشر، خبطوني عليك. وانت عرفتي منين؟ سكينة شافتكوا وانتوا داخلين الكراكون، جت قالت لي ما كدبتش خبر، جيت لكوا على طول. اسكتي اسكتي على اللي حصل لنا النهاردة، ده كان يوم اسود. بقول لكم ايه، يلا نمشي نكمل كلامنا حكيماني، ما بنقدرش نقعد في المدعوقه دي. ومين سمعك يا اختي؟ يلا يلا. انما انت يا اختي يا ام محمد، ازاي الحاجات دي تروح منها وانت وياه؟ ومين قال لك انني كنت وياه؟ وانت طبعا تلاقيكي عبيطه، لا ليكي في العراك ولا تجاولوا. يا اختي دول اتلموا عليا بربطه المعلم، مرات اخويا وحماته وقرايبهم كلهم بيتعاركوا معايا. دول ما يسلكش معاهم غير واحد فتوه يفز عليهم زي سحسب الله جوزي والجدعين اللي وياكم. ما تيجوا نروح نتكلموا معاهم. معلش يا ابو بديع، اصلي مش قادره نقف على رجلي من التعب. واني من النجمه في القرافه، ورحت اتعاركت ورجعت على البيت، خدت عديله وجينا على الكراكون وسايبين العيال وحديهم في البيت. يا اختي هم العيال هيروحوا فين يعني؟ معلش يا ابو بديع، خليها بكره. طب ما تيجوا نروح نريحوا عندنا في البيت شوية ونشربوا حاجة كده ونروقوا، ده هنا خطوتين. ايه رأيك يا أنيسة نروحوا؟ خلاص نروح نقعدوا شوية. طيب يا مبديعة روح انتي واحنا هنيجي علشان محدش من رجالة الحارة يشوفونا معاكي. ايه انتوا مستعرين مني؟ ده كان كل غرضي ان احنا نطمن على الغلبانه اللي ذهبها راح منها، ياك حد يقدر يجيبه لها. لا يا مبديع احنا ما نقصدش، احنا يا اختي يعني بنقول ما نلفتش يعني النظر. براحتكم، انا هنسبقكم وانتوا حصلوني، بس انا عايزه اقول لكم كلمه خدوها مني صدق، بالكم الجدعين اللي معاكم دول ايدكم اليمين، دول فتوات الجيهه والكل يخاف منهم. وبيتي ليه؟ عشان كده انا قلت تلاقيكي وحشك محمد خفاجة. شوف الوليه الممحونه، ما انت اللي وحشك عبد الرازق.